بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حقيقة لم أجد إلى هذا الحفل الكريم متحدثا وإنما مؤيدا ومعارضيا لأخي الأستاذ الدكتور محمد سليم العوض. وعندما دخلت إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية منذ نصف قرن تقريبا، كان الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة قد تفوق وتخرج من هذه الكلية وعمل وكيلا للنائب العام، ولا زال صدى كلماته يرن في هذه الكلية بين أصدقائه ومحبيه. والذي يجعلني أقول إن الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة هو من أكثر المؤهلين لقيادة هذه الأمة في هذه الفترة العصيبة من تاريخها، أنه في كل مشروع عمل فيه كان مشروعا ناجحا. رأيته في سنة 1983 بالرياض وهو يؤسس قسما كاملا في جامعة الملك سعود، وكان من أنجح الأقسام التي عرفتها الجامعة السعودية في ذلك الوقت. رأيته أيضا وهو يؤسس مركز التربية للخليج العربي بمطبوعاته ومجلاته ومؤتمراته، فكان ذلك من أنجح المؤسسات العلمية والثقافية على مستوى عالمنا العربي. رأيته وهو يدافع عن المستضعفين في عالمنا العربي والإسلامي، وكان دفاع الشرف والكرامة. ولهذا فنحن في لحظة تحتاج إلى قائد لأمة يعيد لها كرامتها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وهو ممثل في أخي وصديقي الأستاذ الدكتور محمد سليم العوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور محمد كمال إمام.